عايش نشوة اليوم بصور معكم، صحيح انه انا مبسوط وبصور مع القاهرة اجدع ناس اهل مصر، وتحية كبيرة برضو اهل مصر. واذا اردنا من الشباب ان يتغير فيجب اول حاجة انه ايه؟ احنا اللي نتغير. الكبار بيقولوا كده، وما المعنى بان نحيا فلا نحيي بنا الدنيا وان لم تزد شيئا على الدنيا كنت انت زائدا عليها، كن رجلا ان اتوا بعده يقولون مرة وهذا الاثر. ففعلا لما يكون شباب ايجابي معطاء يترك الاثر وراه، هذا هدفنا وهذه رؤيتنا. الناس تعقد دورات تعقد ندوات، لكن نحن نبغى نحدث تغييرات، مش مجرد انه يكون كلام. عملية استخراج خطوات النجاح في اي حاجة يسموها تمثيل الامتياز البشري او modeling human excellence. تلاقي لما يصمموا سيارات بيحطوا لها نموذج في البداية قبل لا تتصنع، بيعملوا عينة اختبارية او نموذج للسيارة اللي حيقيسوا عليه بعد كده. الرسول صلى الله عليه وسلم في الاثر دائما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ما نبغى نكون كمثل الحمار يحمل اسفارا، لأنك إن كنت لا تدري فتلك مصيبتك، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أنا على فكرة في تقديمي للدورات وكمان في تقديمي للبرنامج هذا عندي أهداف. هدف الأول إني أبغى أساعدك إنك تكون مش عادي ولا ممتاز، إنك تكون خارج التصنيف. يقول ابن عباس والله ما وعيت آية أو حديثا إلا وتمنيت أن يعيه كل مسلم مثلي أو يزيد. يعني ما يفهم آية، ما يفهم حديث، ما يقرأ معلومة، ما يجيله فائدة إلا وفي نفس اللحظة يكون عنده رغبة، يكون عنده فعلا هدف ويتمنى أنه كل الناس تعرف نفس العلم اللي عنده. سر العيش هو العطاء. أي حاجة لو نفسك أنه يكون عندك الكثير منها أعطي منها. أنا بالنسبة لي ما يهمني مليون واحد يتغيروا، ولا من الصالة 3000 واحد إنه فعلا يتأثر مجرد تأثر. لو واحد فعلا اتغير بس واحد وغير في حياته حاجة، أنا أعتبر أن أديت الرسالة. عندي كمان هدف من عمل البرنامج هذه أن تحصل على أفضل ما يمكنك، على أقصى ما يمكنك من كل ما لديك. أنا أقول دائما don't think it, ink it. الأفكار لا تفكرها، حبرها. دائما فعلا سجل الأفكار اللي بتظهر في زي ما يقول في سطح المكتب في دماغك. اليوم شيء وغدا شيء، منها بالعلم التي تلتقط، يحصل بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. الاعتقاد هو الإحساس باليقين والثقة تجاه ما يعنيه شيء ما. يعني لما تقول أنا ذكي، يعني بتقول أنا حاسس بالثقة ومتأكد إنه أنا ذكي. فدائما خلي عندك قناعة. If somebody did it, I am the best. If somebody don't, I am the first. يعني إذا أحد عمل الموضوع ده أنا الأفضل، وإذا ما أحد عمل الموضوع ده أنا الأول. فخلي عندك دائما شغف الريادة، إنك أنت تكون دائما يا الأول يا إنك أنت تكون الأفضل في المجال اللي أنت فيه.